يشارك وفد من مجلس النواب برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، ووفد من مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخره النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوراسيا أوروبا وآسيا، والذي يعقد بجمهورية كازاخستان. ولتسليط الضوء على هذه المشاركة معنا عبر الهاتف من كازاخستان سعادة السيد أحمد الحداد عضو مجلس الشورى عضو الوفد المشارك. مساء الخير أستاذ أحمد، وحدثنا عن أهمية مشاركة الوفد البرلماني البحريني في هذا الاجتماع، وما هي أبرز المواضيع المطروحة على طاولة الاجتماع؟ مساء النور ومساء الخير لجميع مشاهدي تلفزيون البحرين. طبعا هناك عدة نقاط ومواضيع سوف تناقش في هذا الاجتماع، وطبعا هناك ثلاث محاور رئيسية هي باختصار الحوار، الثقة، المشاركة. طبعا وفد مملكة البحرين بشقي مجلس الشورى والنواب يشارك في هذه الفعالية على مستوى عال وبلقاءات عديدة مع جميع الوفود المشاركة. وطبعا هناك عدة مواضيع سوف تطرح في البيان الختامي لهذا الاجتماع، ومنها القضية الفلسطينية، والتي طبعا هناك كثير من الوفود التي تهتم بهذه المشكلة، وطبعا الدول العربية والإسلامية بشكل خاص والدول الصديقة، ومملكة البحرين طبعا لها موقف ثابت في هذا الشأن، وهو الحفاظ وتحقيق الدولة الفلسطينية وإنشائها في على أرض فلسطين وفي حدود ما قبل 4 يونيو 1967. طبعا هناك كذلك مواضيع اقتصادية سوف تناقش، مثلا الاستثمار بين هذه الدول التي سوف تشارك، وخاصة التبادل التجاري والتنمية المستدامة، وخلق شراكة حقيقية بين جميع الوفود التي سوف تقوم بمناقشة هذه الأمور. طبعا من الأمور الأخرى التي سوف تناقش التغيير المناخي، وهذه مسألة مهمة بالنسبة لرؤساء البرلمانات الذين سوف يشاركون في هذا الاجتماع، وطبعا هذا موضوع يهدد البيئة ومستقبل الأجيال، والبحرين طبعا والدول الخليجية والشقيقة لها اهتمام بهذا الشأن. طبعا إضافة إلى ذلك مسألة الإرهاب، مسألة مكافحة التصحر، وخلق نوع من التقارب بين جميع البرلمانات الذين سوف يشاركون في هذا الاجتماع. نعم، من كازاخستان سعادة السيد أحمد الحداد عضو مجلس الشورى عضو الوفد المشارك، شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق.